عندك مشكلة قاعد تجيك ايميلات وايد ما لها داعي، لانك دائما تسجل في المواقع والالعاب والبرامج بايميلك الرسمي، عشان شي قاعد توهق وتجيك دعايات وايد. الحل عندي، خليك معاي. اول شيء نسويه ندخل حق الرابط اللي انا حاطه لكم في الوصف، اللي هو tembo-mail.com. بدون اي مقدمات اعطاني ايميل، هذا ايميلك الجديد، مبروك، هذا ايميل مؤقت. قول له كوبي، تبي تسجل باي موقع؟ مثلا خلينا نقول بسجل انا في موقع كوره، هذا موقع كوره مثل مناقشات وكذي. حلو، طبعا انا يطلع لي بالفرنسي ما ادري ليش، حاول انجليزي. اوكي، ريجستر وذ ايميل ادرس عشان ما احط ايميلي. شنو الاسم؟ خلينا نقول q8gamer78. الايميل اللي خليناه من الموقع، قول له فولو، فدز لي كود. لما سجلت في الموقع وحطيت ايميلي المؤقت، اللي راح ياذوني ولا راح يدزون لي شيء الا على هالايميل، والايميل هذا يمكن باكر مو موجود. بس اهم شيء اني سجلت في الموقع، سويت ريجستر، ويظل هذا الايميل عندي بالارشيف. ها وصلني الايميل كوره كونفرميشن، بطل الايميل، هذا الكود كوبي حطيناه هني، اختار باسورد، طبعا انا مو روبوت، يبي باس، هذا باس صح، فينش، مبروك سجلت بموقع ما استخدمت ايميلك، ولا يأذيك اعلان ولا دعاية ولا يحزنون. ان شاء الله اكون فتكم بهالمعلومة، معلومة بسيطة وسهلة وسريعة، ما احب اطول فيديوهاتي. يا ريت تعطينا لايك عشان اليوتيوب ينشر اكثر حق هالمعلومة هذه، ويستفيدون ناس اكثر. مع السلامة.